موجز جديد بأهم وآخر الأنباء على قناتكم شوف تيفي، أهلا بكم. يشارك المغرب في سوق السفر العالمي الذي ستحتضن العاصمة البريطانية ما بين 4 و7 نوفمبر المقبل دورته لسنة 2013 برغبة أكيدة في دعم حضوره في السوق البريطانية. وأوضح بلاغ لوزارة السياحة أن الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة برئاسة وزير السياحة السيد الحسن حداد، والذي يضم عددا من مهنيي القطاع السياحي والمنعشين السياحيين، سيعمل من أجل تقوية جاذبية وجهة المغرب كبلد مضيف بالنسبة للسياح البريطانيين، مشيرا إلى أن المغرب يعول كثيرا في تسويق سياحته على هذه السوق الدولية التي تحتل المكانة الثانية عالميا من حيث الأهمية بعد البورصة السياحية ببرلين. شكلت انشغالات وانتظارات المتقاعدين المغاربة المقيمين بباريس محور لقاء نظم أمس السبت بالعاصمة الفرنسية بمشاركة عدد من الفاعلين بالمجتمع المدني. وتم خلال هذا الاجتماع الذي نظم بمبادرة من قنصلية المغرب بباريس تقديم اقتراحات من شأنها تحسين الشروط الاجتماعية للمواطنين المغاربة المسنين، حيث أكد المتدخلون ومنهم أساتذة جامعيون وأخصائيون في مجال الشيخوخة على دور ومساهمة هذه الفئة في الحياة الاجتماعية سواء في بلدها الأصلي أو في بلدها أو في بلد الاستقبال. لقي شخص مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بالمستشفى الجامعي ابن سينا متأثرا بجروحه بعد إصابته مساء أمس بسلاح وظيفي لشرطي بمدينة تمارة. وأوضح مصدر أمني أن مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة اضطرت مساء أمس السبت إلى استخدام سلاحها الوظيفي لتوقيف شخص في حالة تخدير مطلقة كان يحمل سكينين من الحجم الكبير ويعترض سبيل المرة بحي الذهب بمدينة تمارة. أفادت السلطات المحلية ببعرفة أن شخصا لقي مصرعه وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب سيارة خفيفة وقع مساء أمس السبت على مشارف مدينة بعرفة. وأوضحت المصادر ذاتها أن الحادثة التي نجمت عن انقلاب سيارة خفيفة على متنها 5 أشخاص من أسرة واحدة كانوا متجهين صوب مدينة بعرفة وقعت على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين الرشيدية وبعرفة على بعد 21 كيلومترا غرب بوعرفة. رياديا، وبعد البداية المتميزة لفريق برشلونة في الدوري الإسباني وفوزه في 8 لقاءات متتالية، نجح فريق أوساسونا في تحقيق أول تعادل مع الفريق الكتالوني حامل لقب الليغا، وذلك عندما أجبره على التعادل سلبا، ليواصل برشلونة احتفاظه بالمركز الأول برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي سقط في فخ الهزيمة الأولى أيضا أمام مضيفه إسبانيول، و3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي فاز على مالاغا بهدفين نظيفين. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا الموجز، إلى اللقاء.